السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض شنطة هدايا من الورق، سهلة جدا وسريعة وتنفع بأي نوع من الورق، وكمان تنفع للناس اللي محتاجة تغليف سهل وسريع وشيك وغير مكلف. وكمان هنعمل لها فنش بثلاث طرق مختلفة. بس قبل ما نبدأ، أهلا بيكم، أنا هبة موسى ودي قناتي مامس كرافت. يلا مع بعض نشوف الطريقة. أول حاجة هنبدأ بالخامات. هيكون معانا أي ورق احنا عايزينه. أنا هنا استخدمت ورق كرافت سادة ومطبوع وورق أبيض، وانتو ممكن تستخدموا أي ورق متاح عندكم. وهيكون معانا شريط ساتان بأي لون احنا عايزينه، هيكون معانا خيط خيش، وهيكون معانا أي ورود أو أي حاجة احنا عايزين نزين بيها. الحاجة الأساسية معانا هي الورق واللزق. أي حاجة تانية ممكن نبدل فيها أو ممكن نغير فيها حسب ذوقنا. أول حاجة بنجيب الورق بتاعنا، ولو كان مطبوع بنخلي الوجه المطبوع هو اللي بره وبنقسمه بالطريقة دي، بس بنسيب سنتي من الجنب لأن ده اللي هنلزق منه بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هنحط اللزق بتاعنا على السنتي اللي احنا سايبينه زيادة من الجنب. ممكن نستخدم بريت أو غيره أو أي لزق متوفر عندنا، وهنتني الجزء ده بالشكل ده وهنثبته كويس. ودلوقتي هنتني الجزء اللي تحت من الكيس بالشكل ده، وهنرجع نفردها وهنتني الزاويتين على خط التانية الأولانية بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ودلوقتي هنقلب الشنطة وهنأكد على التنايات اللي احنا تنيناها بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. ودلوقتي هنفتح الجزء اللي تحت ده وهنتني الجنبين عليه لجوه بالشكل ده، وهنحط البريت في الأجزاء الموضحة قدامنا، وهنتني الجزء اللي فوق بالشكل ده، وهنكرر نفس الخطوة دي على الجزء اللي تحت. ودلوقتي هنتني الجنبين من عند الخط اللي ظهر معانا من تحت بالشكل ده. وبكده هتكون شنطة الهدايا جاهزة معانا. ودلوقتي هندخل الجنبين لجوه بالشكل ده ونظبطهم بالراحة كده. وده بيكون شكل الشنطة بعد ما خلصت. ودلوقتي هنبتدي نزينها علشان يكون شكلها أحلى. أنا عملت 3 شنط ب3 مقاسات، ودلوقتي هنزين كل شنطة بشكل مختلف. تعالوا نشوف مع بعض. وده هيكون أول شكل معانا. طبعا بنحط الحاجة اللي احنا عايزينها في الشنطة الأول، وبعدين بنتني الشنطة من فوق تانيتين بالشكل ده. ودلوقتي هنفرد التانيات ونجيب شريط ساتان ونحطه ونتني التانيات عليه تاني بالشكل ده. ودلوقتي هنلف الشنطة ونربط شريط الستان من ورا على شكل فيونكة. وانا هنا بعد ما بعمل العقدة دي بحب اثبتها بأي حاجة، قطعة لزق صغيرة او اي حاجة، علشان الفيونكة معايا تطلع شكلها مظبوط في النهاية. وهنا بنقص اطراف الفيونكة بالشكل ده. وده بيكون اول شكل معانا. قد ايه بيكون شكله شيك وبسيط. وما تنسوش لو حبيتوا الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناة وتضغطوا على الجرس علشان يوصلكوا اشعار بالفيديوهات الجديدة. وهنا عملت تاني شنطة بنفس الطريقة بس بالمقاسات الموضحة قدامنا دي. ودلوقتي هنبتدي نزينها. طبعا بنحط الحاجة اللي احنا عايزينها اول حاجة، وهنتنيها من فوق على شكل مروحة بالشكل ده.
وهنجيب شريط ستان ونربطه من قدام على شكل فيونكة بالشكل ده. وانا كان عندي الوردات دي فحبيت احط وردية هنا بالشكل ده، وممكن نستغنى عن الخطوة دي او ممكن نحط بدلها رسالة او كارت او اي حاجة احنا عايزينها، وده بيكون شكل تاني شنطة معانا. بجد شكلها تحفة وخاماتها بسيطة ومتوفرة عندنا في البيت. ودي تالت شنطة معانا، كنت عايزة اعملها بورق كرافت سادة بس ما كانش عندي، فاستخدمت المطبوع واستخدمت الظهر بتاعه، وهنبتدي دلوقتي نزينها. هنا هجيب خيط خيش وممكن برضو نستخدم شريط الساتان، وهقطع جزئين قد بعض، وهبتدي اعمل ايد الشنطة بان انا الزق خيط الخيش في المكان ده. وفي الخطوة دي هستخدم مسدس الشمع علشان اضمن ان هي اتلزقت كويس جدا. وهنا بجيب قطعة ورق مستطيلة وبلزقها في المكان ده علشان تداري مكان اللزق، وبنكرر نفس الخطوات على الايد التانية. ودلوقتي هنجيب شريط ستان ونعمل فيونكة بسيطة بالشكل اللي قدامنا ده. وهنقص أطراف الفيونكة. ودلوقتي ممكن نعمل كارت بسيط كده نحطه. هنقطع ورقتين ونخلي واحدة فيهم أصغر من التانية ونلزقها عليها ونكتب أي حاجة احنا عايزينها، وهنخرمها من الطرف ونعلقها على إيد الشنطة بخيط الخيش. وهنلزق الفيونكة اللي احنا عملناها بمسدس الشمع في المكان ده. وده بيكون شكل تالت شنطة معانا. اكتبولي في الكومنتات حبيتوا اي شكل اكتر، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو بتحبوا الرسم والاشغال اليدوية ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، والى اللقاء في الفيديو القادم بإذن الله.